بعض الأخوات الشيخ صالح تستحي الحقيقة من السؤال عن مثل هذه الأمور ويمر عليها أوقات وشهور ثم تسأل تفقه في ذلك أمور الدين لا يستحي منها والله لا يستحي من الحق فلا يمنعها الحياة أن تسأل عن دينها وكانت الصحابيات رضي الله عنهن يسألن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحيض ويسألنه عن أمور من أمور دينهن ولا يستحيين في ذلك، نعم،